هذه الفكرة جات تابعة للحراك الشعبي. هذه أصلا تابعة للحراك الشعبي. الهدف منها وشن هي؟ تزيين الجلفة والنقوع إن شاء الله. وهذه الرسومات هذه المبادرة الأولى إن شاء الله، هذه راها رايحة تشمل جميع الأحياء إن شاء الله تاع الجلفة. هذه درنا هنا، بدينا من الوسط المدينة في ساحة محمد بوضياف، باه تركي تمد لنا حافز للشباب كاملين باه نزيدو نواصل. شباب جمعية فكرة، احنا شباب نطمح الى وطن راقي، وطن جميل. احنا نساهم في بناء الوطن، في ترقيته، في تجميله. نحوس ونبثو روح تعاون، روح الاخوة بين الشباب الجزائري.